خبر الأبرز رياضياً النهاردة، انطلاق منافسات بطولة كأس آسيا 2023 والمقرر إقامتها في دولة قطر خلال الفترة من 12 يناير حتى العاشر من فبراير. المباراة الافتتاحية النهاردة هتجمع منتخبين عربيين هما قطر صاحب الأرض وحامل اللقب ومنتخب لبنان. تعالوا نشوف مع حضراتكم تقرير عن أهم الأرقام التاريخية للبطولة وكمان حظوظ الفرق العربية في حصد هذا اللقب. تتجه أنظار عشاق كرة القدم في العالم اليوم لانطلاق منافسات بطولة كأس آسيا 2023 المقرر إقامتها في دولة قطر خلال الفترة من 12 من يناير وحتى 10 من فبراير من العام الجاري 2024. وتنطلق مباراة افتتاح كأس آسيا لتجمع بين منتخبين عربيين هما قطر صاحب الأرض وحامل اللقب ومنتخب لبنان، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 6 بتوقيت مكة المكرمة. وتستضيف دولة قطر بطولة كأس آسيا بعدما نجحت في استقبال كأس العالم 2022 البطولة الأقوى والأكثر جماهيرية في العالم، وكانت أول كأس آسيا أقامها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في عام 1956 في هونغ كونغ، والتي استمرت من الأول من سبتمبر حتى 15 من سبتمبر من نفس العام، وفازت بها كوريا الجنوبية. ويعد منتخب اليابان أكثر من حقق بطولة كأس آسيا برصيد 4 مرات، آخرها كان في عام 2011 وأولها كان في عام 1992. ويأتي المنتخب السعودي في المركز الثاني كأكثر المنتخبات تحقيقاً للبطولة بالتساوي مع إيران برصيد 3 ألقاب لكل منتخب. وجاءت كوريا الجنوبية في المركز الثالث حيث فازت بلقب البطولة مرتين، وفازت كل من قطر والعراق والكويت وأستراليا بالبطولة مرة واحدة فقط. ويعد اللاعب الإيراني علي دائي الهداف التاريخي لبطولة كأس آسيا برصيد 14 هدفاً، ويعد المعز علي مهاجم قطر صاحب الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة خلال نسخة واحدة من بطولة كأس آسيا بواقع 9 أهداف سجلها في 7 مباريات بنسخة 2019. ويتصدر المنتخب السعودي المشهد العربي عند الحديث عن أبرز المرشحين للفوز، فهو بجانب أستراليا واليابان أقوى المرشحين للفوز بكأس آسيا. ورغم التغيير الفني والقدوم الحديث للمدرب روبرتو مانشيني، إلا أن نتائج المنتخب وقوامه تسمح لجمهوره بالرهان عليه. أما حامل اللقب منتخب قطر فقد تخلى عن مدربه كارلوس كيروش وتعاقد مع ماركيز لوبيز قبل شهر تقريباً من انطلاق البطولة في خطوة قللت بالتأكيد من حظوظه في المنافسة على اللقب. منتخب العراق أيضاً لا يمكن استبعاده من المرشحين للمضي بعيداً في كأس آسيا، سواء لشخصيته القوية أو حماس لاعبيه وروحهم القتالية أو خبرته في المواجهات الكبرى.